صحبتی حکایت. نعرض لكم مشهدا من مشاهد الحياة ونتأمل في صحائف الأيام، فنضحك من جهالة الجاهل ونقتدي بصبر الحليم، ونعجب بذكاء البطل الماهر، أو نبحر في قصة عشق لقلب ساهر، كي نأخذ فكرة ونكتسب خبرة ونتجنب عثرة. نحكي ونقرأ قصصا بقلم الكاتبة يسرى سيادة، معي أنا لما كركتلي من إذاعة لما اف ام. قصتنا الأولى الموعد الأخضر، مع الحلقة الثانية من سلسلة حلقات الموعد الأخضر. ابتسم سامي ابتسامة عريضة وهو يقترب منها، ثم أحنى رأسه انحناء تضحية تنم عن احترام كبير. بونجور مدام، قالت له وهي بقمة الاستغراب. بونجور، قال لها أنت ندى، سورية من دمشق، أليس كذلك؟ قالت صحيح، أتعرفني؟ قال لها نعم، أنت زميلتي في جامعة دمشق، آداب قسم الأدب الفرنسي. قالت وما زالت الدهشة والاستغراب تعلو قسمات وجهها البريء، حقا ما اسمك؟ تعرف أننا أصبحنا في عمر ننسى فيه الكثير من ذكرياتنا القديمة. تقول ذلك وهي عاجزة تماما عن تذكر أي شيء، ولم تتعرف عليه نهائيا. قال لها أنا سامي شقفة. قالت وهي أيضا لم تتذكر الاسم، أهلا وسهلا. وبان الارتباك والاضطراب والخجل على وجهها. قال لها لا بأس، ليست بمشكلة أن لا تتذكريني، فمن الصعب جدا أن تتذكري كل الزملاء الذين مروا بك أثناء الدراسة، ولكن أنت يستحيل أن ينساك أي أحد فيهم. احمرت وجنتيها خجلا، فزاد جمالها إشراقا بالرغم من تقدم السن. قال لها سأحاول أن أذكرك ببعض التفاصيل لعلك تتذكرين. أنت لم تكوني تتكلمين مع أحد من الشباب إلا لضرورة، وأنا خلقت هذه الضرورة عندما ذهبنا في أحدى المرات إلى المركز الثقافي الفرنسي لمشاهدة إحدى الأفلام الفرنسية، وكنت ترتدين يومها بنطالا أسودا وفوقه بلوز أصفر فاتح جدا وفولار صغير على رقبتك، كنت بمنتهى الجمال والأناقة. وادعيت يومها أني لم أفهم شيء من الفيلم أمام الأصدقاء، فضحكوا علي كلهم إلا أنت، وأنا كنت قاصدا ذلك لعلمي أنك رقيقة المشاعر. وتقدمت مني يومها وحكيت لي ملخص قصة الفيلم، وقلت لي بالحرف الواحد أنك ستكتبين القصة بالفرنسية مع التعليق عليها، وستعيرينني هذا الملخص على أن أغير به قليلا، مع أنني كنت بارعا في اللغة، وتظاهرت بذلك لتقدم لي المساعدة فقط وتتحدثين معي ولو كلمات بسيطة. هل تذكرت الآن شيئا؟ هل تذكرت الآن شيئا؟ كانت ندى تقف كالمسحورة وهي تسمع هذه التفاصيل،
وكأنه لاح في مخيلتها ذلك الشاب البسيط الخجول الذي أحست بالرثاء له في إحدى المرات، ثم تداركت نفسها قائلة: نعم تذكرتك الآن، ماذا تفعل في فرنسا؟ قال لها: أتيت إلى فرنسا منذ 30 عاما لأعمل موظفا لدى أخو زوجتي الذي يملك عدة مطاعم لبنانية هنا، حيث كانت زوجتي لبنانية. وفي بداية حياتنا الزوجية اقترحت علي أن أعمل مع أخيها، فهو شخص ناجح جدا في إدارة المطاعم، وهو بحاجة لمن يثق فيه لمسك حسابات مطاعمه مبدئيا. وهذا ما حدث، ومن ثم أمسكت إدارة إحدى هذه المطاعم وأصبحت ضليعا فيها، وأنجبت فتاة واحدة ماريا، وهي جميلة جدا وذكية. وقبل 5 سنوات توفيت زوجتي إثر حادث سيارة. هذا ملخص صغير جدا عني. وأنت كيف وصلت إلى هنا؟ قالت له علائم الحزن الشديد على وجهها: أما أنا فخطبت أثناء دراستي الجامعية، ولم يرضى أبي أن يتم الزواج حتى أتخرج من الجامعة، وهذا ما كان. تزوجت من لواء في الجيش يكبرني 18 عاما، وأنجبت منه صبي وبنت. ابنتي دكتورة أطفال، وهي الآن متزوجة من دكتور جراح سوري يقطن في أمريكا، ولديها طفلان. وابني دكتور هنا متخصص في زراعة الكلية في فرنسا، وهو من المميزين جدا، ولذلك تمسكت به إدارة المستشفى التي عمل بها لفترة للبقاء لديها والإشراف على قسم كامل فيها، وهو قسم زراعة الكلية. وقد تزوج فرنسية من هنا. وبقيت أنا وزوجي في سوريا لقبل 3 سنوات مضت، حيث أصيب زوجي بسرطان القولون وهو في بدايته المبكرة، فألح ولدنا علينا للسفر إلى فرنسا واستكمال العلاج في هذا البلد تحت إشراف أصدقائه المتخصصين بأمراض السرطان. وأنا في هذه السنوات وقتي مقسوم بين المشفى والبيت لا ثالث لهما. نظر سامي نظرة كلها حزن وأسى عليها، ممزوجة بشوق كبير إليها، ثم قال: لا، هكذا صعب جدا أن نكمل حديثنا في الشارع. ألديك مانع أن أدعوك غدا مساء على العشاء في مطعم مميز لنقضي به أمسية مميزة نتحدث فيها عن حياتنا وذكرياتنا؟ إذا لم يكن في هذا أي إحراج، فأنا أتمنى هذا اللقاء منذ أكثر من 30 عاما. لو كان اليوم باستطاعتي أن أدعوك لدعوتك، إلا أنه لدي ضيوف في المساء. شعرت ندى لأول مرة منذ زمن طويل بأن قلبها بدأ يضخ الدماء بشكل طبيعي، وأن الحياة في داخلها بدأت تتحرك من رقادها الطويل، وشعرت بالهواء المنعش وهو يداعب وجهها وشعرها. لم تدري ماذا حصل لها، ولم تجد نفسها إلا وهي تقول بكل ثقة وقوة: لا مانع لدي، لا مانع عندي أبدا، أين وفي أي ساعة؟ قال سامي والفرحة ترقص في ملامحه وعينيه: غدا في مطعم برج إيفل الطابق الثاني، تعرفينه بلا شك. قالت بكل تأكيد: أي ساعة؟ قال لها: 7 مساء. أي يناسبك ذلك؟ هل أخذ عنوانك حتى أصطحبك؟ فقالت بسرعة وارتباك: لا 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 داعي،
أنا أعلم المكان جيداً، وعندي سيارتي الخاصة، سأكون على الموعد بكل تأكيد. فأنا منذ زمن طويل بحاجة لمثل هكذا أمسية، ودعته بكل رقة ولطف وهو كذلك، وتمنى لو أنها صافحته على الأقل ليحمل معه هذه اللمسة البسيطة كزاد له حتى يحين الموعد. بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها، بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها، بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها، بنار البخور النسائي ملأ المكان انتظرها، برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها، ولا تتعجل، فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها، وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها، ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها، لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها، لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها، لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها، وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها، وقدم لها الماء قبل النبيذ، ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها، ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها، تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمال، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها، ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق. يتبع غدا بنفس التوقيت بإذن الله وحصريا على إذاعة لما إخير.